فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لا بد لمن أراد الوضوء أن يستنجي أولا وإن كان لم يرد قضاء حاجة؟ لا، ما يستنجي إلا من قضاء الحاجة. أما لو أراد أنه يتوضأ وهو مستنجي من الأول في أول النهار أو في آخره يكفي الاستنجاء مرة واحدة، وإذا قضى حاجته يستنجي مرة وهكذا، هذا يفعل للحاجة فقط، ما هو بتابع للوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول النقود التي وأيضا تستنجي ولو لم ترد الوضوء لئلا يتلوث ثوبك، يتلوث فتستنجي ولو ما أردت الوضوء، أو تستجمر. نعم، هذا تابع لقضاء الحاجة في أي وقت. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.